بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول المؤلف لا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا تدركه الأفهام، يعني الله سبحانه وتعالى، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام لعظمته سبحانه وتعالى، ولأنه لا يقال في حق الله إلا ما عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا يقال في حق الله بالرأي ولا بالاجتهاد، إنما هذا أمر توقيفي. نعم. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. قال الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. والله يعلم سبحانه وتعالى أحوال العباد، ويعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله بكل شيء عليم. أما العباد فإنهم لا يحيطون بالله علما لعظمته سبحانه وتعالى، فلا يقال عن الله إلا ما جاء عن الله أو عن رسول الله، ولا يتخيل في الله سبحانه وتعالى، فهو فوق كل الأفهام وفوق كل المعلومات، لا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم، يعني ما سبقهم، وما خلفهم، يعني ما يأتي بعدهم، وهم لا يحيطون به علما. فالله محيط علمه بالماضي والمستقبل وبكل شيء، وأما المخلوق فلا يعلم إلا ما علمه الله، ما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في حق الله جل وعلا بعظمته وجلاله لا تحيط به العقول والأفهام. نعم. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته. قال في الصحاح للجوهري، الصحاح كتاب للجوهري في اللغة العربية. قال في الصحاح، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله، في فرق بين ظننت وعلمت، ظننت وعلمت. فالظن يخطي ويصيب، أما العلم الثابت عن الله ورسوله فإنه صواب لا خطأ فيه. نعم. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم لعظمته سبحانه وتعالى. نعم.
قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، ولذلك لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تأتي بوصف من عندك لله عز وجل. نعم. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته. نعرف الله سبحانه بصفاته التي ذكرها لنا أو ذكرها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعرفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو السميع العليم. هذا الذي نعرفه عن الله كما جاء عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما في سورة الإخلاص، كما في سورة الإخلاص لما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد لا شريك له سبحانه وتعالى. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده بحوائجها، تقصده بحوائجها، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد سبحانه، لأن الولد شبيه لأبيه والله لا شبيه له، ولأن الولد جزء من الوالد والله جل وعلا ليس له جزء منفصل عنه سبحانه وتعالى. قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، يعني ولدا، إن الإنسان لكفور مبين. فالولد جزء وبعض من والده. نعم. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن، لم يلد ولم يولد، ليس له بداية ولا نهاية. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، ولا أحد يشابهه سبحانه وتعالى. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. هذه الآية آية الكرسي، جمع الله فيها بين النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله جل وعلا وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة، أن الله جمع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، نفي النقائص والمشابهة عن الله سبحانه وتعالى، وإثبات الكمال الذي أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، آياته المشاهدة كالليل والنهار والمشاهدة، ومخلوقاته
هذا الكون الفسيح بجباله ووهاده وفلواته هذا يدل على الله، يعني يوجد هذا الكون وليس له خالق أبدا، ما يوجد هذا الكون وليس له خالق خلقه وأوجده ونظمه، لا بد له من خالق، مخلوق لا بد له من خالق، عرفته بآياته ومخلوقاته، آياته الليل والنهار، مخلوقاته الشمس والقمر والأرض والجبال، هذه مخلوقات الله جل وعلا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود، الإله معنى معبود، لا إله إلا معبود بحق سواه، لا تقل لا معبود سواه، قل لا معبود بحق، لا معبود بحق سواه، وإلا هناك معبودات كثيرة لكن كلها معبودة بغير حق فهي باطلة. لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي هذه صفة ذات، له الحياة سبحانه التي لا يعتريها نوم ولا نعاس ولا موت ولا زوال، الحي القيوم، وفي قراءة القيام، القيوم والقيام الذي يقوم بمخلوقاته ويصلحها ويوجدها ويوجد ما يبقيها. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم. يقولون الحي هذا ترجع إليه الصفات الذاتية، ترجع إليه الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه الصفات الفعلية. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة مبادئ النوم، والنوم هو النوم المستغرق. نعم. له ما لكمال حياته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى. نعم. له لأن النوم موت، لأن النوم موت، وهو وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعلم ما جرحتم في النهار، توفاكم بالليل بالنوم، النوم وفاة، وفاة صغرى. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، كله ملك له سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد إلا من ملكه الله سبحانه وتعالى، هذا تمليك مؤقت، أما الملك المطلق الذي يدوم فهو لله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ إذا نفخ في الصور ومات من على الأرض، نفخ في الصور، النفخة الأولى ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى، فيموت كل من على الحياة، يموتون، ثم ينفخ فيه أخرى فتطير كل روح إلى جسدها فيحيون. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى ولم يبقى أحد، يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، ثم يجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار، ولا أحد ينازعه. نعم. وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الله هو الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، الملك الذي له الملك كله، له ملك السماوات والأرض، كل
المخلوقات ملك له سبحانه وتعالى، والأرض له ملك السماوات والأرض. نعم. الملك القدوس. الملك القدوس، القدوس من التقديس وهو التنزيه، أي المنزه عن النقائص والعيوب. القدوس صيغة مبالغة، أي المنزه عن النقائص والعيوب. نعم. السلام. السلام هذا من أسماء الله سبحانه، إن الله هو السلام، أي الذي يسلم على عباده، والذي يسلم عباده، يسلمهم من الآفات ومن النقائص ومن. نعم. المؤمن. المؤمن هذا من أسماء الله سبحانه، والمؤمن الإيمان هو التصديق. المؤمن أي الذي يصدق عباده، صدق يؤمنهم من المخاوف من الأخطار. نعم. المهيمن. المهيمن الذي له الهيمنة على الخلق، يهيمن عليهم بمعنى أنه يملكهم جميعا ويدبر شؤونهم ويقضي حاجاتهم، فهو مهيمن سبحانه وتعالى. نعم. العزيز. العزيز القوي، العزة هي القوة، الذي لا يغالب سبحانه وتعالى. نعم. الجبار. الجبار الذي يجبر المنكسرين إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يجبر المنكسرين. نعم. المتكبر. المتكبر له الكبرياء والعظمة، المتكبر أي العظيم الذي لا أعظم منه، وجاء في الحديث القدسي الكبرياء، الكبرياء إزاري، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته. نعم. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله أي تنزيها لله عما يشركه معه المشركون من الأصنام والأوثان والأموات ونعم كل ما يشرك مع الله، الله نزه نفسه عنه وأبطله. نعم. هو الله الخالق. هو الله الخالق، ما أحد يخلق، ما أحد يخلق، الخلق الخلق لله عز وجل، هو الذي يخلق المخلوقات، أما نحن فإنما نملك بعض هذه المخلوقات وننتفع بها، وإلا فالخالق هو الله جل وعلا. ولهذا يقول فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، ومن أظلم ممن يخلق كخلقي، يعني المصورين، فليخلقوا حبة، ليخلقوا ذرة. نعم. البارئ. نعم. الخالق البارئ. البارئ الذي برأ الخلق وأوجدهم. نعم. المصور. المصور الذي صور الصور، كل مخلوق له صورة، كل مخلوق له صورة خاصة. نعم. له الأسماء الحسنى. إجمالا له الأسماء الحسنى، كل أسمائه حسنى، ليست من باب الرادفات، وإنما كل اسم له معنى يشتق منه صفة، ولذلك صارت حسنى. نعم. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له يعني ينزهه، ينزهه ما في السماوات والأرض، ينزه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب. نعم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز القوي الذي لا يغالب، الحكيم المتصف بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة. نعم. قول المصنف رحمه الله ولا يشبهه الأنام. الأنام لا يشبهون الله جل وعلا، وإن كان الأنام لهم أسماء ولهم صفات
باللفظ مثل أسماء وصفات السمع وبصر وكلام، هذا في الاسم، اشتراك في الاسم فقط. وأما الحقيقة فالحقيقة ليست حقيقة صفات المخلوقين كحقيقة صفات الخالق. نعم. قول المصنف رحمه الله: ولا يشبهه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. المشبهة غلوا في الإثبات، المشبهة غلوا في إثبات الصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، هذا غلو في الإثبات. المعطلة غلوا في التنزيه، غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا تشبيه بزعمهم. وكل من الطائفتين غالية مفرطة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يشبهون الله بخلقه، فإنما ينزهون الله عن التشبيه، لكنهم يثبتون أسماء الله وصفاته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم، إثباتا بلا تمثيل رد على الممثلة، وتنزيها بلا تعطيل رد على المعطلة من المعتزلة من الجهمية والمعتزلة ومن نحوهم من نفاة الأسماء والصفات. نعم. قال الله عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم، هذه الآية قاطعة: ليس كمثله شيء، شيء أي شيء، الله لا يشبهه شيء من مخلوقاته. ثم قال: وهو السميع البصير، هذه فيها نفي وإثبات. نعم، فيها نفي وإثبات. نعم. وليس المراد نفي الصفات كما يقوله أهل البدع. نعم. أعد. قول المصنف رحمه الله: ولا يشبهه الأنام، هذا الأنام يعني الخلق. نعم. هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. أي نعم، يغلون في إثبات الأسماء والصفات حتى يشبهون الخالق بالمخلوق. المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات. نعم. فقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نفى التشبيه. ثم قال: وهو السميع البصير. وهو السميع البصير يعني وإن كان المخلوق بصير وسميع فلا يتشابهان، سمع المخلوق وبصره خاص به، وسمع الله جل وعلا وبصره خاص بالله جل وعلا. إن اشتركت في الاسم فهي لا تشترك في الحقيقة. نعم. وليس المراد نفي الصفات كما يقوله أهل البدع. ليس المراد بالتنزيه نفي الصفات، لأنهم يقولون إثبات الصفات يقتضي التشبيه فنفوها. نقول: لا، إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه، الله له صفات تخصه رحمه الله. نعم. المخلوق له صفات تخصه. نعم. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، أبو حنيفة هو أقدم الأئمة الأربعة، يقال إنه أدرك بعض الصحابة فهو تابعي، والراجح أنه من أتباع التابعين، أنه أدرك التابعين وأخذ عنهم ولم يدرك الصحابة، أدرك التابعين، فهو أقدم الأئمة الأربعة. نعم، رحمه الله. نعم. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر. والفقه الأكبر كتاب له، كتاب لأبي حنيفة مطبوع وموجود، وسمي الأكبر فرقا بينه وبين الفقه الأصغر الذي هو في الأحكام. نعم.
نحو ذلك. نعم. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. نعم. ثم قال بعد ذلك: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. يعني خلافة في الحقيقة والكيفية، وإن وافقتها في الاسم والمعنى. نعم. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا. نعم. ويقدر لا كقدرتنا. نعم. ويرى لا كرؤيتنا. نعم. انتهى. نعم، هذا كلام الإمام أبي حنيفة الفقه الأكبر. نعم. وقال نعيم ابن حماد رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. نعم، خذ هو الكلام هذا، هذه قاعدة. نعم. وقال نعيم ابن حماد رحمه الله: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذه قاعدة عظيمة. نعم. وقال إسحاق ابن راهويه رحمه الله: من وصف الله فشبه صفاته. إسحاق ابن راهويه الحنظلي معاصر للإمام أحمد. نعم. وقال إسحاق ابن راهويه رحمه الله: من وصف الله فشبه صفاته بصفة أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. نعم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم. الجهم بن صفوان إمام الجهمية، إمام الجهمية. نعم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. نعم، يقولون أهل السنة والجماعة مشبهة. ليه؟ لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات لله، وهذه الأسماء والصفات تشاركها صفات المخلوقين في المعنى واللفظ، ولا يقولون أنها تخالفها في الحقيقة. تخالفها في الحقيقة وإن شاركتها في اللفظ والمعنى، الحقيقة والكيفية لا تتشابهان بين الخالق والمخلوق. نعم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. ليه مشبهة؟ لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات، وهذه الأسماء والصفات موجودة في المخلوقين. نقول: وين وجدت في المخلوقين فهي لا تتشابه في الحقيقة والكيفية، مختلفة. نعم. بل هم المعطلة، لأنهم عطلوا الله عن صفاته، نفوها عنه. هذا هو التعطيل. التعطيل هو أن تجعل الشيء عاطلا، يعني ليس عليه، ليس له صفة، ليس له صفة. ويقال: امرأة عاطل من الحلي، يعني ليس لها حلي. نعم. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، مثل ما قال نعيم بن حماد رحمه الله. نعم. قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. أي نعم، من وصف أهل السنة أنهم مشبهة، لماذا؟ لأنهم أثبتوا الأسماء والصفات، هذا معنى مشبهة عندهم، هذا رأي الجهمية. نعم. علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. نعم.
فمن أنكر وهذا باطل، لأنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه. الله له صفات وأسماء تخصه، وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم. نعم. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. القرامطة من الشيعة أتباع حمدان قرمط، أتباع حمدان قرمط سموا قرامطة، وهم من أقبح الخلق في الأسماء والصفات وتوحيد سبحانه وتعالى. نعم. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. نعم، هذا زعمهم وليس كذلك. فمن أثبت الأسماء والصفات فليس مشبها، لأنه يقول حقيقة أسماء الله وصفاته تختلف عن حقيقة أسماء المخلوقين وصفاتهم، فليس في ذلك تشبيه. نعم. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. نعم. ولهذا، وهذا ينطبق عليهم هم، لا ينطبق على أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أخذوا من القرآن والسنة، وهؤلاء عمن أخذوا؟ إنما أخذوا عن زنادقة قرامطة وأشباههم. نعم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. نعم، الرافضة دخل عليهم التعطيل من مخالطتهم للمعارضة، فصار في مذهبهم التعطيل. نعم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس رحمه الله. شفت تحقيرهم للأئمة، رجل يقال له مالك بن أنس، هو يجهل، أحد يجهل مالك بن أنس رحمه الله إمام المالكية الذي تشد إليه الرحال في طلب العلم عليه؟ نعم. ويقولون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج بالمدينة رجل تشد له الرحال. تحقق هذا في الإمام مالك رحمه الله. نعم، وهو من المدينة. نعم. ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وكذبوا عليه وقالوا يخرج عن الرسول، كذبوا على الرسول، قالوا إن الرسول يقول يخرج في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر عليها من إبليس، قالوا كذا في حق الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيره، عبد الجبار المعتزلي. نعم. حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما
يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. ولذلك تفسير الزمخشري مشؤون بالكلام على أهل السنة وتحقيرهم. نعم. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. نعم. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات. أي نعم، يثبتون الصفات بلا تشبيه، لا تشبه صفات الخالق صفات المخلوقين. نعم. أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. كما تقدم، الله جل وعلا له أسماء وصفات، وللمخلوق أسماء وصفات تشترك معها في اللفظ والمعنى، لكن تختلف عنها في الحقيقة والكيفية. نعم. فالمرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه سبحانه وتعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. نعم. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هو السميع البصير، أثبت السمع والبصر، والمخلوق له سمع وبصر، فدل على أنه لا تشابه بين صفات المخلوق وصفات الخالق. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. نعم، نفى التشبيه والمثلية وأثبت الوصف وهو السميع البصير، فدل على أن إثبات الأسماء والصفات لله لا يقتضي التشبيه كما يقول المعطلة. نعم. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات. نعم. تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. نعم. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. نعم، القياس على نوعين، قياس علة وقياس شمول. قياس العلة هذا معروف عند العلماء، ومعروف أنه من الأصول، من الأصول الأربعة، كتاب والسنة والقياس، كتاب والسنة والقياس، هذه أصول الأدلة. والمصالح المرسلة هذا أيضا رابع، هذا أصل الرابع. نعم. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، هذا قياس العلة، ولا قياس شمول. نعم. ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره. نعم. ولا يجوز أن يدخل هو وغيره في قضية كلية يستوي أفرادها. نعم. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، يستعمل في حق الله قياس الأولى، فيقال كل كمال ثبت للمخلوق، كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، فالله أولى به. قال جل وعلا ولله المثل الأعلى. نعم. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. نعم. مثل أن يعلم أن كل كمال
ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. فالله أولى به، الواجب القديم يعني الله جل وعلا أولى به. نعم. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه. فهو الذي وهب عباده صفات الكمال فهو أولى بهذا سبحانه وتعالى. نعم. وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. نعم. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة. وينفون التشبيه، ينفون الصفات فرارا من التشبيه، ويقولون غاية الحكمة التشبه بالخالق، فأثبتوا التشبه بالخالق. نعم. ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما نعم، تخلقوا بأخلاق الله، الله جل وعلا حكيم فتخلقوا بالحكمة، الله جل وعلا رؤوف الرحيم تخلقوا بهذا الرأفة والرحمة، هذا من أخلاق الله، والعبد يتخلق بأخلاق الله جل وعلا على قدر حاله. نعم. وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقه سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. نعم. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. النصارى معلوم هما النصارى أن يزعمون أنهم يتبعون عيسى ابن مريم عليه السلام، والثاني الحلولية، الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، ليس في السماء ولا على العرش، إنما هو حال في كل مكان، هؤلاء الحلولية وهم كفرة. نعم. والاتحادية، الاتحادية الذين أشد الاتحادية، اللي يزعمون أن الله جل وعلا، أن الله جل وعلا حال في مخلوقاته متحد فيها. نعم. وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. نعم. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له. نعم. مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام. نعم. والأنام الناس، ولم يقل ولا يشبهه الأنام، اكتفى بقوله الله لا يشبه الأنام. نعم. يلزم من هذا أن الأنام أيضا لا يشبهون الله. نعم. ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله سبحانه
والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. والأول ما هو؟ الناس. الناس، الأنام الناس، نعم. قول المصنف رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام. نعم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الحي لا يموت سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي القيوم، القيوم الذي يقوم بأحوال عباده، يقوم ويعطيهم ويحفظهم ويقوم بأمور عباده سبحانه وتعالى. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. نعم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نعم. الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي يقوم بما يصلح عباده ويبقي هذا الكون ويحفظه ويمده، هذا هو الله جل وعلا. نعم. الحي، هذا الحي، هذه صفة الذات، والقيوم هذه صفة الأفعال، هو القائم بأمور عباده. نعم. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت الوجوه، هذا يوم القيامة، فلا تسمع إلا همسا. عنت الوجوه يعني قصدت، عنت يعني قصدت للحي القيوم وهو الله سبحانه، فلا تسمع إلا همسا، انقطع الكلام، وإنما يتهامسون بينهم همسا مما أصابهم من الروع، ما أصابهم من الشدة عند قيام الساعة. نعم. وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها الموت، وإلا هناك حي يموت وهو المخلوق، حي لكنه يموت، أما الله جل وعلا فإنه حي لا يموت. نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نعم. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. نعم. الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه قائم على الخلق، فلو تعالى الله عن ذلك لو نام لاضطرب الكون وفسد الكون. نعم. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، والخلق يموتون. نعم. لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. نعم. ومنه أنه قيوم لا ينام، والخلق ينامون، اعتريهم النوم، الله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي هذا إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات. نعم، كما تقوله المعتزلة. نعم. بل هو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته.
نعم. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة هو المخلوق. نعم. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الكاملة. الحيوان يعني الحياة الكاملة. نعم. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة. نعم. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، وإلا فالخلق لا يموتون يوم القيامة، يخلدون. لكن من الذي منحهم هذا؟ هو الله جل وعلا. نعم. ولهذا ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. نعم. بخلاف حياة الرب سبحانه وتعالى وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. اي نعم. وإن اشتركت في اللفظ والمعنى فهي في الحقيقة والكيفية مختلفة، وهذه قاعدة عظيمة. نعم. واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم. يكفي نقف عندها. واعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قول القائل أن كلام الله عز وجل قديم أزلي وإرادة الله قديمة أزلية، هل هذا قول صواب أو خطأ؟ إطلاقه خطأ، لكن يقال قديم النوع حادث الآحاد. كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فالله جل وعلا يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء، فكلامه حادث النوع حادث الآحاد قديم النوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل: هل صحيح أن لله عز وجل صفات ذاتية وصفات فعلية، وهل هناك فرق بينهما؟ نعم. الصفات الفعلية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه صفات فعلية، الصفات الذاتية المتعلقة بذاته سبحانه، الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: خذ مثلا العلو والاستواء. العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فهو صفة فعلية، ولهذا لما ذكر أنه خلق السماوات والأرض قال: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فهو صفة فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أنه هو الحي القيوم؟ نعم، ورد هذا أنه الحي القيوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أسماء الله سبحانه وتعالى الستير؟ نعم، الستير بدل الستار، لأن الناس يقولون الستار، وهذا غلط في اللغة، يقال الستير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الواحد والأحد؟ لا، لا فرق بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن الأحد ما يسمى به إلا الله جل وعلا، أما الواحد فقد يسمى المخلوق والواحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تاب الجهم بن صفوان كما تاب الأشعري؟ وإن كان قد تاب فلماذا تنسب إليه فرقة الجهمية؟ ما ورد أنه تاب، ما ورد أنه تاب والعياذ بالله، فتنسب إليه الجهمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول:
ما الطريقة الصحيحة لتعليم أسرتي التوحيد؟ فإنهم لا يريدون دراسته دائما ويقولون قد فهمناه قد فهمناه، فما الطريق في ذلك؟ الطريق في ذلك تسألهم، فإذا لم يجيبوا تعلمهم، اسألهم، هم يقولون إن نعرف، اسألهم، إن أجابوا جوابا صحيحا وهم صادقين أنهم تعلموا، وإن كان أجابوا خطأ أو لم يجيبوا فهذا دليل على أنهم لم يتعلموا ويحتاجون إلى تعليم. نعم. فضيلة الشيخ وفق الله، هذا سائل يقول: كتاب الفقه الأكبر هل يعد من كتب العقيدة؟ نعم، من كتب العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ينصح بقراءة تفسير الزمخشري؟ وهل به فوائد لطالب العلم؟ ما يقرأ به إلا المتمكن، المتمكن في العلم ومعرفة العقيدة، وإلا إذا قرأ فيه وهو جاهل ربما إنه يعجب بكلام الزمخشري ويعتنقه ويظنه حقا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من تأول صفات الله عز وجل وخالف ما جاء في الكتاب والسنة، هل من تأول صفات الله عز وجل وخالف ما جاء في الكتاب والسنة يقال بأنه مبتدع ولا يوصف بأنه من أهل السنة والجماعة؟ نعم، ما يوصف بأنه من أهل السنة والجماعة، وإنما يوصف بأنه من المعتزلة أو من الأشاعرة أو من الجهمية على حسب ما يصدر منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشارح الطحاوي، أو ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله، قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. يقول: قال في الحاشية: لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة. سؤاله: من هو كاتب الحاشية؟ دكتور عبد المحسن عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط. نعم. إيه. طيب. يقول: هل يقال بأن لله سبحانه وتعالى أخلاق أخذا من هذا الحديث؟ صفات الأخلاق، يعني الصفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النوم في حق المخلوق كمال، لأنه لو لم ينم كان مريضا. صحيح. فهل نقول كل كمال ثبت في حق المخلوق لا يستلزم نقصا؟ لازم القيد: كل كمال للمخلوق لا يستلزم نقصا. النوم كمال للمخلوق لكنه يستلزم النقص، فلا ينسب إلى الله عز وجل. كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، فالله أولى به. هذه القاعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين مخلوقات الله وآيات الله؟ الآيات قد تكون الآيات المعنوية مثل الليل والنهار، والمخلوقات مثل الجبال ومثل الشمس والقمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يطلق على الله سبحانه هذا اللفظ أنه واجب الوجود؟ يعني ما يوصف الله بأنه واجب الوجود من باب الصفة، لكن يخبر عنه إخبار، يخبر عنه بأنه واجب الوجود، يعني لم يوجده غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه الفرق وهي الجهمية والاتحادية والحلولية، هل يحكم على أصحابها بالكفر؟ إذا تعمدوا هذا الشيء واقتنعوا به يحكم عليهم، أما إذا قلدوا إنهم مقلدين لغيرهم يحكم عليهم بالضلال. نعم. في فرق بين المقلد والعالم الذي يأتي الشيء عن علم وعن عقيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف أتعامل مع والدي
الذي يقول إن هذا الخلاف في باب الأسماء والصفات لا يسبب اختلافا جوهريا بين طوائف المسلمين. بين له، هذا جاهل، بين له إن هذا الكلام يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا يوجب الاختلاف بين أهل الضلال وأهل الحق، وهم كلهم سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل؟ القصد والإرادة. لا أعلم هذا، من قال هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل القرامطة موجودون في هذا العصر؟ أنا ما أعرفهم، أنت تبحث عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول توحيد القصد والإرادة هل يدخل ضمن أقسام التوحيد الثلاثة؟ توحيد القصد والإرادة هل هو داخل ضمن أقسام التوحيد الثلاثة أو هو قسم رابع؟ كيف توحيد القصد والإرادة؟ توحيد القصد نعم يقصده الخلائق بحوائجهم، أما الإرادة ما أدري إيش المطلوب منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأحزان؟ نعم. هل ورد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها مزيلة للهم والأحزان؟ والله ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقديم اليدين على الركبتين في السجود، يقول ما الصحيح في هذه المسألة، وهل ينكر على من فعل شيئا من هذه الصفات؟ نعم، منهي عن بروك كبروك البعير، والبعير أول ما يرد الأرض مقدمه عند بروك، أول ما يرد الأرض مقدمه، وعند القيام أول ما يرتفع مؤخره. الإنسان لا يتشبه بالحيوانات خصوصا في الصلاة، فأول ما ينزل على الأرض الركبتان، ثم يضع يديه عليهما إذا كان قويا، أما إذا كان يحتاج إلى وضع يديه قبل ركبته يحتاج لمرض أو لكبر فلا بأس، للحاجة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اسم راما هو اسم لإله هندوسي، هل يجوز تسمية المولودة به؟ ما دام تقول أنه اسم آلهة المشركين لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا مدرس يسأل فيقول هل يجوز لنا أن نأكل من الطعام الذي يكون في حفل يقيمه الطلاب على حسابهم؟ نعم. هذا مدرس يسأل فيقول هل يجوز لنا أن نأكل من طعام في حفل يقيمه الطلاب على حسابهم؟ إذا دعوك أكل، إذا ما دعوك لا تروح لمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشرت رسالة يقول عبر أجهزة الجوال تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا بل كان يقرأ ويكتب، وأن سبب تسميته بالأمي أنه من أم القرى، فهل ذلك صحيح؟ هذا كذاب اللي يقول الكلام هذا، الله سماه أميا، النبي الأمي، الله سماه أميا. فآمنوا بالله ورسوله، النبي أليش الأمي، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك كان إذا احتاج إلى كتابة يستدعي من يكتب له، استدعي من يكتب له عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا عند رقية من به مس من الجن يتكلم هذا الني ويقول سبب دخولي بك هو فلان الفلاني وهو الذي سحرك إلى آخره، هل يصدق كلام هذا المتكلم؟ هذا شيطان يمكن يريد أنه يقرن بين المسلمين وينشر العداوة بينهم، لا يصدق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تسوية الصفوف أثناء الصلاة
هل هي واجبة أم مستحبة؟ واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر حتى ينظر إلى الصفوف ويأمرهم بمحاذاة المناكب والأكعب، إذا استقامت الصفوف كبر عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تسليم المأموم قبل سلام إمامه؟ وهل هناك قول في بعض المذاهب بذلك أم أنه تبطل صلاته إذا سلم قبل إمامه؟ بطلت صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن كان الذي كان متعمدا بطلت صلاته، أما إذا كان ناسيا أو يظن الإمام سلم يعود ويدخل مع إمامه يسلم بعده، يعود للصلاة، يعني يعود ويدخل في الصلاة إذا سلم إمامه سلم بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم المداومة على قول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وذلك أثناء دفن الميت؟ كل ميت مسلم نعم يعمل هذا كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ميت مسلم إذا فرغ من دفنه يقنع عليه ويدعون له بالثبات والمغفرة، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا سنة، والله جل وعلا نهى نبيه أن يقوم على قبر المنافق ولا تقم على قبره، يعني القيام بعد الدفن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا صليت بعد صلاة العشاء ما تيسر لي من نوافل ثم أجلت الوتر إلى قبيل الفجر، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، وهذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من خارج هذه البلاد يقول: أخطب في مسجد أهله يشغلون المذياع بالقرآن قبل خطبة بنصف ساعة، يقول: ماذا أصنع؟ هل أستمر في الخطابة وهذا عملهم؟ وين هو فيه؟ يقول: خارج هذه البلاد. خارج هذه البلاد ما لنا عنهم، إن كانوا في هذه البلاد بلغوا وزارة الشؤون الإسلامية شؤون المساجد، أما خارج البلاد ما لنا فيهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول حفظك الله: هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الاستغفار في اليوم أكثر من 100 مرة؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: فإني استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنه قد تعب من الوسواس في الطهارة وفي الوضوء، فما هو الطريق الشرعي لمعالجة ذلك؟ يترك الوسواس، توضأ ويمشي، الحمد لله يترك الوسواس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تغذت صغار بهيمة الأنعام بلبن حيوان يحرم أكله، فهل يجوز أن نأكل هذه البهيمة، بهيمة الأنعام الصغيرة؟ لا، ما إذا تغذت بالنجاسة لا يؤكل لحمها حتى تطعم الطاهر مدة 3 أيام، تطعم الطاهر حتى يزول عنها أثر النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بهذه العبارة لا مشاحة في الاصطلاح، وهل هي مقبولة في كتب العقيدة؟ العقيدة ما فيها اصطلاح، العقيدة توقيفية ما فيها اصطلاح، إنما في غير العقيدة لا مشاحة في الاصطلاح، إذا اصطلحوا على شيء لا مشاحة فيها. نعم، في غير العقيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند حدوث مصيبة كموت أو غير ذلك، فهل يشرع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إذا عند حدوث مصيبة كموت أو حادث
فهل يشرع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لكن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول إنه قد توفي زوجها وهي ما زالت في العدة، فهل لها أن تشرب القهوة التي فيها زعفران؟ لا، الزعفران طيب، لا تشرب ما فيه زعفران أو فيه مسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما ضابط السترة في الصلاة؟ هل يصح أن يجعل الصف ويجعل الخط أمامه سترة؟ السترة شيء مرتفع قدر مؤخرة الرحل، هذه السترة شيء مرتفع قدر مؤخرة الرحل، هذا أكمل شيء. إذا وضع حصاة أمامه أو وضع أمامه عصا معروض يكون سترة بقدر حاله. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو دعاء بها؟ أين؟ يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، هذا نعم هذا التوسل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما المراد بالصور التي جاء النهي عنها وأن الله لعن المصورين؟ هل الصور التي بالآلات الحديثة داخلة في ذلك؟ نعم، العموم يقتضي أن كل صورة سواء بالفوتوغراف أو بالرسم أو بالنحت كله يدخل في التصوير الممنوع إلا الضروري، التصوير للضرورة هذا مرخص فيه، ما التصوير للعبث أو للفن كما يقولون الفنانين هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر الأشعرية من أهل السنة والجماعة باعتبار أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله قد تاب ورجع إلى معتقد أهل السنة؟ لا، ما يعتبرون من أهل السنة والجماعة، هم ما صاروا، ما فعلوا مثل فعل أبي الحسن، هم بقوا على مذهب الكلابية، الأشاعرة بقوا على مذهب الكلابية. نعم، وليسوا على مذهب أبي الحسن الأشعري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما المقصود بمرجئة الفقهاء؟ يقصدهم بهم الحنفية. نعم، بهم الحنفية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بالنسبة لصلاة الفجر، هل صحيح أنه لا يجوز أداؤها بعد الأذان مباشرة وإن ينتظر مدة؟ كيف؟ بالنسبة لصلاة الفجر، هل صحيح أنه لا يجوز أداؤها بعد الأذان مباشرة؟ الأذان يتقدم ويتأخر، إنما تقام الصلاة إذا طلع الفجر، والفجر واضح، ما هو خفي، الفجر واضح، إن ينظرون في المشرق إذا طلع الفجر يصلوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حتى يتبين لكم، حتى يتبكلوا واشربوا، هذا في الصيام، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. والصلاة مثله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الحنابلة رحمهم الله أن الكحل إذا وصل طعمه إلى الحلق أنه يفسد الصيام، يقول هل قطرة العين مفسدة للصيام قياسا عليه؟ إذا نعم، أبلغ القطرة، أبلغ من الكحل، إذا وجد طعمها في حلقه إنها تبطل صيامه. نعم. انتهى.